يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أزور قبر والدتي على فترات للسلام عليها، وأقف عند قبرها رافعا يدي للدعاء لها، فما المدة التي يجوز البقاء في الدعاء لها؟ وهل أجلس أثناء الدعاء؟ وماذا أفعل؟ هل أستقبل القبلة أم أستقبل القبر؟ الأفضل أن تدعو وأنت واقف، هذا هو الأفضل، ولا بأس أن ترفع يديك، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تطل البقاء عندها. نعم.